السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي هو هذاك. المهم بنات، بما انه كنحسبكم عائلتي الثانيه، كنبارطاجي معكم السراء والضراء، كنبارطاجي معكم حياتي كيف ما هي، بلا زواق بلا نفاق بلا كذوب بلا حتى شي حاجه. كنحاول اي حاجه وقعت لي تقولها تنتوما الاولى الاخبار، كيفكم كيف واحد ناس طرف من عائلتي. المهم هنا البنات راني شاده الطريق لمدينه فاس، كيف ما كتشوفوا الطوموبيل حالتها، جانا الخبر ديال الموت مع جوج ديال الليل، ما قدرنا نديروا حتى شي حاجه، ما قدرتش البنات نشد الطريق في جوج الليل، فقط حتى الصباح طلع الضو داكشي عاد شدي الطريق انا وماما ومرات بابا وداكشي، ومشينا لمدينه فاس باش نحضروا الجنازه قبل ما يخرجوا الميت وداكشي من الدار المرحوم الله يرحمه ويسع عليه. المهم هانتوا معايا باش تفهموا، باش غتفهموا بزاف ديال الحوايج. هنا صافي كنا راجعين، دابا غادي تسمعوا كلشي باش تفهموا شكون مات كيفاش، بزاف د الحوايج ضروري تفرجوا. اهلا البنات، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير، كلشي هو هذاك، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم انا راه من البارح جوج الليل ديال البارح ما نعساش، دابا راني باقيه دابا عاد غدا ان شاء الله في الدار نمشي الناس حيت عييت ديال بصح. البارح من جوج الليل البنات ما جاتش الغمضة لعيني بتاتا. المهم تشوفوا داك اللقطات غيدوزو بعدا في الاول، ما عرفتش غندوزكم داك اللقطات ديال السفر في الاول ولا لا. عيني بنتي سكتي يا ماما، سكتي نهضر شوية. ما عرفتش واش غيدوزو لكم داك اللقطات في الاول ولا في الاخر. المهم قالك ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه راجعون. بزاف ديال الناس كيسولوني شافوني حطيت ان لله وانا اليه راجعون في انستغرام، ما فهموش شنو كاين. كتقولوا لي واه صافي بنتي سكتي بنتي خليني نهضر. كتقولوا لي شنو كاين شنو كاين شنو كاين البنات؟ راه لا راه يعني كاين اللي مشى عقلو الماما، كاين اللي مشى ما عرفتش. المهم انا داك ان لله وانا اليه راجعون انا حطيتها وسافرنا صافي مزروبه. يلا هزيت بنتي هزيت حوايجها، حاولت ما نسالها والو باش مشينا تحضر ماما قبل الدفينه. المهم مات العم ديال ماما، عميتها انا. المهم مسكين واحد الانسان طيب الله يرحمه، ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويوسع عليه. كان عزيز عليا مسكين، كان في الموت خالي، كان كيواسيني كيضحكني كان كيهضر معايا. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، داك السيد كان واحد الانسان طيب غير كيضحك، كيقول لك هضره بسيطه تبقي كتضحكي عليها لدرجه عرفتو باقيه باقي كنفكر داك الهضره ديالو في ودنيا. المهم قلت لكم جاتنا الخبر ديال الموت ديالو البارح مع جوج ديال الليل، يعني صدمت انا فهمتو داك لو شوك كيجيك. عاود حيا عليا المواجع، جبد عليا المواجع خصوصا في الخرجه النهار باش كانوا مخرجينو البنات. تجبدات عليا بزاف ديال الحوايج تجبدو عليا. فكرت الخرجه ديال الحنا الله يرحمها، فكرت الخرجه ديال خالي الله يرحمه. فهمت كتبقي كتشوفي، ما فهمتش انا علاش كتجي الموت عاد كيجينا هذا الاحساس ديال انه راه الدنيا. انا والله العظيم دائما دايرها في راسي، دائما كنقول راه الدنيا قصيره، الانسان يبروفيتي منها بلا عيب بلا مشاكل بلا دعاويد الناس، بلا يخلي بلاصتو نقيه. نهار اللي يمشي عند الله تبقى البلاصه ديالو نقيه. هكاك انا هكاك كنقول. بنات على حاله طالعه هازه سبرتيتي وشوفوا لابسه سندره السبع سندره وازا سبرديت شي في يدي، ما قدرتش نمشي عليها ما قدرتش بتاتا.
نيني يا ماما. ها كتبغيني بزاف ولا شنو؟ نيني يا ماما. قداش كتبغيني يا بنتي؟ كبيرة كبيرة. الله يرضي عليك الله يرضي عليك بنتي. كبيرة ديالك الموت ديالك الزويلة ديالي. بوني بوني. انا البنات رجعت عرفتو دوزت واحد يومين تقريبا غير ديال الجري والطيران خصوصا. المهم البنات رجعت للدار بدلت حوايجي شديت راسي عرفتو عندي واحد الحريق غريب عندي في الراس ديالي. غنوض دابا نشرب شي دولي بران ولا اوتيبيوتيك ولا شي حاجه مهم غير باش تكلم عليا هذا الحريق اللي عندي في راسي. صراحه شاك فوا كنبقى نقول غندير لي ريم وكنبقى غير داويه خاويه. ضروري خصني ندير لي ريم ان شاء الله. غادي نديرو هاد المشيه ان شاء الله الجايه غادي نمشي نديرو. يا ربي الهلا يعطينا شي حاجه. شوفوا فين ما كتبغي ديري شي حاجه كتوقع حاجه كتنسيك في حاجه كتوقع حاجه كتنسيك في حاجه كدير. يعني حنايا مسيرين وليس مخيرين. حنايا رحنا الله سبحانه وتعالى مسيرنا في هاد الدنيا بالقدر وبالقضاء ديالو الحمد لله على كل شيء. انا من النوع اللي دائما كنقولها لكم كنحمد الله على السراء والضراء وكنحمد الله على الضراء قبل السراء. دائما كنفكر انه اي حاجه الله سبحانه وتعالى دارها لي راه كيكون دايرها لي. يعني شوفي قطيطات كيكون دايرها لي الا وفيها خير وفيها شي حاجه زوينه ليلي. الحمد لله والشكر لله. اليوم البنات عرفتوا راه صعيبه عليك بزاف 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 انه توقفي وتشوفي واحد ميت وتبقي تقولي له سير سلم. واخا انا عارفه هادشي راه بداع وراه عارفه هادشي ولكن داك الغل داك الحب داك الشيء ديالك لداخل كيقول لك واخا عارفه داك الشيء راه ما كاينش راه ما يمكنش واحد ميت غيمشي يسلم على فلان يقول له فلان سلمات عليك. راه الانسان ملي غيدخل القبر ديالو ولكن كتوقفي كتبقاي تشوفي في ميت وكتقولي له سلم على خالي وسلم على حنا. واحد الاحساس خايب راه واحد الاحساس صعيب بزاف. ولا مثلا الناس اللي ميتين هم ماتهم سلم لي على ماما وسلم راه الله يحسن العوان راه لا اله الا الله يحسن العوان الله يحسن العوان الله يحسن العوان. فانا وقفت هذا النهار وبقيت كنقول داكشي واخا انا بيني وبين عقلي عارفه انه داكشي راه ما كاينش وما يمكنش غير يسلم وما يمكنش غير بدع وغير تخربيق وغير خرافات. ولكن انا يمكن حسيت براسي ارتاحيت ملي قلت له هكاك. حسيت براسي فرحانه انه يمكن خالي فعلا وحنا وداكشي راه من عند الله راه من عند الله. ومسكين هاد عماما كان واحد الانسان حتى هو ضريف وغير كيضحك وكنت عزيزه عليه انا عرفتو راه ميمكنش. كنت كنهضر معاه كيتهاود معايا كنتلاقاو هكا واخا ما كنتش انا بيني وبينو زعما لي زابيل وداكشي ولكن ملي كنا كنتلاقاو هكا فشي بلاصه فشي مناسبه فشي حاجه هكا كنا كنموتو بالضحك. تخيلوا في المود خالي والله العظيم قسما بالله حتى هو اللي كان كيضحكني. عرفتو كان واحد الهضره قالها لنا راكم عارفين الدار ديال الموت ملي كتكون عندك بيت واحد يا فرح يا موت. دائما كيكون واحد البيت عندك كتكوني جامعه فيه الحوايج جامعه فيه الورق جامعه فيه داكشي الكنازه ولا داكشي الفرح وجامعه فيه مثلا الكاطو داك التخربيق كامل داكشي اللي ما خصوش خصك تسدي عليه اللي تخافي عليه ملي كتكون الدار مخلطه. وكان واحد البيت وكنا انا ندخل نسدو خالتي دخلت تسدو ماما دخلت سدو البنات خالتي. المهم اللي دخل كيسد موراه داك الباب اللي دخل كيسد كيخرج كيسد اللي دخل داك البيت. هو يقول لي مسكين بحال هكا قال لي اطفله اجي نسولك. قلت له شنو عزيزي؟ كنقول له عزيزي. قلت له شنو عزيزي؟ قال لي كداك البيت كيضربوا فيه ابرات كورونا. مسكين لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار. انا مني مشيت لتما حاولت نقصح راسي حيت فريمون عزيز عليا داك الانسان عزيز عليا بزاف شفتو. هو بقى انا قلت لهم دابا قلت لهم شوفوا كان هو اللي مسرر عليكم داك البلاد كان مسرر عليكم البلاد يعني العربيه كتمشي كتقولي واه غنمشي عند عزيزي. دابا ما بقاش الله يرحمه ويوسع عليه. قلت لهم سبحان الله كيمشيو لكبار كتنقص البركه وكتسالى البركه وكتشتت العائله وما كتبقاش العائله. فالله يرحمنا يا ربي الله يرحمنا يا ارحم الراحمين والله يرحمه ويوسع عليه وتحنا الله يرحمنا برحمته الواسعه
والله يسهل عليكم البنات، ديروا اتونسيون 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 بزاف 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 للناس اللي دايرين بيكم، حيت واحد النهار غتنوضي ما غتلقيش حداك باك، واحد النهار غتنوضي ما تلقيش حداك امك، واحد النهار تنوضي غتلقاي راسك فقدتي اعز الناس ليكم، ما كنتيش كتعطيهم الوقت وما كنتيش كتوفري لهم ولو غير دقيقه واحده في النهار، ولو غير 5 دقائق تخرجيهم، ولو 5 دقائق تهضري معاهم، غير داك الوقت غير داك راه ما يمكنش، والله ماشي مشكل انه يكون ما عندناش الفلوس، راه المشكل هو يكون ما عندناش المشاعر، ما عندناش الاحاسيس. يعني نهار اللي والدينا نبغيوهم غير نهضروا معاهم ما غاديش نلقاوهم، نهار اللي والدينا نبغيو غير يحنوا فينا غير الله، داك الكلمه ديال الله يرضي عليك ما غاديش نلقاوهم، وغادي نلقاو الوقت سي تروطار فات. علاش تبقاي تقولي يا ربي يا ربي جبدهم وزيد زرع فيهم الروح ولو غير ساعه غير ساعة، ولكن ما يمكنش غتكون سي تروطار. داكشي علاش بروفيتي مع والديك، فرحي مع والديك، ضحكي مع والديك، خرجي مع والديك، تهلاي في والديك، ماشي الدار الله يجعلك تجيبي غير درهم الزريعة وتدخليها على والديك راه كيفرحوا بها، على الأقل كيشوفوك أنك درتي واحد المبادرة، باغية تفرحيهم، باغا تضحكيهم، باغا تنشطيهم، باغا تخرجيهم واحد الحال. خلي الوقت الكبير لوالديك، ماشي تخرجي مع صاحبتك، صاحبتك راه نهار اللي طيحي ما غتلقايها، صاحبتك راه نهار اللي غادي تمرمدي ما غتلقايها، صاحبتك راه نهار اللي غتحتاجي الرضا ما غتلقايهاش، غتلقاي والديك، ولكن الا مشى غيكون سي تروطار وغتندمي على داك الوقت اللي ضيعتيه في الخروج وفي الضحوك وفي ملاهي الدنيا وفي التخربيق وفي خرج مع هادي تعشى مع هذا تعشي مع هادي ديري هادي ديري، غتندمي يا رب لو كان ترجع ليا الزمن هاد الكلمه هي اللي ما بغيتكيش توصليها، ما بغيتكيش توصلي لهاد الكلمه، ما بغيتكيش انا اعوذ بالله من قولة انا، كنحاول نوفر اكبر وقت لوالديا، كنحاول نجلس مع والديا، كنخرج كنوض من النعاس كنمشي ديريكت من دارنا، الا كان عندي شي شغال كنمشي نقضي نرجع عند والديا، حيت عندي شي خدمه كنمشي نقضيها ونرجع عند والديا. الله يجيني ندخل كيفكم غير ديك هي ديال المسكه، وكنلقى ماما فرحانه وضاحكه وكتفرح تقول لي الله يرضي عليك، كنفرح كيعجبني الحال كنقول الحمد لله. علاش نهار الا قدر الله راه فينا وفيها، ولكن هذه هي الحياه وهذه هي ما قدرتش نخرجها، ولكن هذه هي الدنيا، نهار اللي غيخطيني والديا ما غنقولش يا ويلي علاش ما درتش ديك الحاجه، علاش ما وكلتش ماما ديك الحاجه، ما خرجتش ماما ديك البلاصه، علاش ما درتش لماما ديك الحاجه. كنحاول انه انا واخا صحتي واخا على جال راحتي على جال الفلوس على جال نضيع على جال نبقى زيرو ديالها، المهم نفرح والديا، هذه هي اهم حاجه عندي، تهلا بوالدي تهلا بوالدي وتهلا بوالدي، نهار اللي غادي تخافوا تضربوا راسك في الوجه عقلوا عليها، تهلا في والديك تهلا في راسك، وسلام عليك اختي انا كنهضر مع اي واحد في هذه الوجه، تهلا في والديكم، نهار اللي غادي تخافوا غتندموا على هذه الهضره، غادي تندموا غتندموا. السلام عليكم.